دكتور أميرة عندها فقدان في النضارة والحيوية بتاعت البشرة، يا ترى إيه أحدث الطرق برضو اللي موجودة بتسأل وإيه أفضل طريقة لعلاج المشكلة دي؟ طبعا بنرد على أميرة عشة الأسامي يعني عشة الأسامي طبعا أفضل طريقة إن إحنا لو أميرة ما عندهاش أنيميا بنقدر نعمل بلازما، ودي حاجة بتكون من جسمها بنقدر نعمل بيها نضارة. لو أميرة عندها أنيميا فنقدر نحقن كولاجين، كافيار، بلاسينتا، خلايا جذعية، نقدر نكون بنستخدم جهاز الجيت بلازما اللي بنشد بيه الجفون نعمل بيه نضارة للوش، نقدر نكون بنستخدم دلوقتي جهاز الهايفو بيدي نضارة تحفة وملهاش حل، كمان بيدي نضارة وشد. في طرق كتير جدا جدا على حسب احتياج الحالة وعلى حسب بهتان الوش بتاع الحالة والتحاليل، طبعا دي حاجات كتيره بنحتاج نراعيها. برضو يا اميره انت لو بتتابعينا هتشوفي الحلقات اللي قبل كده احنا دكتوره اميره حقنت معانا البلاسينتا والكافيار والفيتامينز والنتيجه بتبان على طول في وقتها وبتلاقي الوش بيختلف زي الصوره دي. دي حاله بتاعتك يا دكتور؟ اه بالظبط، دي احنا حقنا طبعا دي على مرتين بلازما عشان وشها كان بهتان قوي زي ما انت شايفه فوق وتحت. دي بعد تاني جلسة بلازما ابتدى يبقى وشها فيه دموية وينور وفرق معاها نفسيا انها يعني وشها بقى حلو. ايوه فدي حاجة بتخلي الست متشجعة. يعني بيجيني ستات كتير ما بيبقوش عندهم خالص خالص يا حرام. بس هنا هي اتأخرت يا أميرة صح؟ مش يعني هي ما جاتش بدري، ده هي اه طبعا اكيد النتيجة هتبقى افضل وافضل لو هي من الناس اللي هي لحقت نفسها من الاول. بصي روني بيبقى في ناس فعلا يا دوب لسه بيسمعوا عن التجميل ولسه عايزين يشوفوا ويجربوا بيبقوا خايفين، يقول لك اصل مش عارف في حالة حصلت على اليوتيوب، اصل في مش عارف واحدة جرى لها ايه لما راحت عادت ايه، بيبقوا متخوفين. بس لما بيجوا بنفهمهم الدنيا ازاي ونقدر نساعدهم او ما نقدرش نساعدهم على حسب فعلا هنقدر نعمل فرق معاهم ولا لا. الحالة هي نفسيا بتبقى مرتاحة وبتبدأ تشتغل وبتسمع الكلام. اوكي يعني ثقافة الجمال ما كانتش موجودة زمان، لكن دلوقتي يعني كل حاجة بقت موجودة، بقينا بنتكلم وبنشرح وبنحقن على الهوا وبنسهل كل حاجة.